الناس اللي تحب تعرف تفاصيل اللي صار في سهل الوقت اللي مبيت جميع يدخل فيه شخص غريب ماضي 3 متاع صباح المبيت للفتيات نعرفوا التفاصيل بعد شوية في زوم قدوا معنا في الاستماع عدلوا الموجة متاعكم على 88.4 من سوسة 95.9 من مستير والمهدية. قبل هذايا نقعدوا في القضية اللي هزت الرأي العام في تونس الكل مش كان في سوسة ونشوفوا آخر التفاصيل والمعطيات في القضية هذايا الحفل الشبابي بالقلعة الكبرى. أخبار الساحل في زوم 73. نعرفوا تفاصيل اللي صار معنا تلقى رسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة سي هيثم أبو بكر سوسة 2 نحكي وتحديدا سي هيثم أبو بكر صباح النور. بخير مرحبا صباح الخير لكم جميع مستمعيكم. مرحبا بك سي هيثم. دونك في عودة على القضية هذه قضية الحفل الشبابي في القلعة الكبرى فما معطيات جديدة وفما فتح بحث تحقيقي في حق صاحب الفضاء نعرف منك التفاصيل. احنا كنا آخر مرة في تدخل متاعك معنا قلت لنا فما 11 موقوف بعد البارح أعطيني آخر المعطيات. بالفعل البارح مثلوا معتصر بهم أمام النيابة العمومية اللي هم حالياً بين عددهم 11 طرف واللي بعد الاستماع لهم بحضور محاميهم أذنت النيابة العمومية بفتح بحث حقيقي ضدهم وتوجهت لصاحب المنشأة واللي شارك معها في التنظيم تهم مثل في المسك بنية التجارة لمادة مخدرة مدرجة بجدول باء وإعداد محل لتعاطي المواد المخدرة اللي هي جريمة مع اختيرة ومخالفة قرارات صادرة من له النظر وخرق إجراءات البروتوكول الصحي. وبالنسبة للبقية اللي هم 11 طرف اللي كانوا معناتها محتفلين توجهت لهم تهم المسك بنية الاستهلاك واستهلاك المواد المخدرة مدرجة بجدول باء وتحال ملف لسيد قاضي التحقيق اللي بعد البحث الملف كله أصدر إنابة عدلية لفائدة فرقة مكافحة المخدرات بالجرجاني وتم واحتفظ بجميع الأطراف ال 13 طرف. دونك 13 طرف هما اللي تم الاحتفاظ بهم، اثنين منهم صاحب المنشأة ومنظم الحفل عندهم تهم الاتجار بالمخدرات وإعداد المحل هذايا للمخدرات، سينون الآخرين كلهم استهلاك هكا سي هيث. بالفعل الحديث اللي صار هو والاتهامات اللي صارت انه فما مسؤول جهوي ومسؤول محلي في الحكايه. حاب نفهم منك التفاصيل الرسميه غيالمون صار التحقيق معاهم فما الاطراف يضم الزوز في القضيه والا لا؟ باهي مبدئيا نجم نعطيك معناتها بسطه عامه فقط باعتبار انه ديما احنا كي تحل ملف التحقيق ديما ملزمين حفاظا على سريه الابحاث. سريه الابحاث انه تذكر المعطى هذا فيما يتعلق بمسألة الترخيص عدمه واللي الموضوع مع تتحال حاليا للسيد قاضي التحقيق اللي مبدئيا أعطى الإنابة عدلية للتحري في الموضوع هذا وإظهار الحقيقة واللي إن شاء الله بعد وقت اللي يتم الأبحاث وقت إن شاء الله نبدأ الرأي العام بالمستجد في النقطة هذه بالذات. به وقتاش الجلسة القادمة سي هيثم؟ هو مبدئيا قضية التحقيق لازم بالاحتفاظ انه الاقصى هو 4 أيام اللي مبدئيا من هنا نهار السبت وان شاء الله من هنا نهار السبت تكون فما تطورات اخرى. هذا اخر المعطيات يعطيك الصحه سي هيثم ابو بكر الناطق الرسمي باسم المحكمه الابتدائيه سوسه 2 ميرسي بوكو. مرحبا يا عايش شكرا بعينك. دونك هذه المعطيات الاخيره فيما يخص قضيه الحفل الشبابي في القلعه الكبيره. سي هيثم يقول انه التهم الموجهه والا البحث التحقيقي هذايا اللي تحل في تهم تعني 13 شخص 11 في مسك واستهلاك المخدرات ونحكيو زاده على الترويج واعداد محل للمخدرات هذايا وفق كيف ما قلت نعاود مره اخرى المناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية سوسة 2 صاحب الفضاء الترفيهي في معتمدية القلعة الكبيرة واللي هو مستشار بلدي ومنظم الحفل زادة هما اللي توجهت لهم تهم المسك بنية الاتجار لمادة مخدرة مدرجة بالجدول ب وإعداد محل تعاطي المخدرات تتراوح العقوبة في الموضوع هذايا بين 10 و20 سنة وفق ما تثبت عنه الأبحاث بيان سور باقي نقولوا راهو مازالت الأبحاث متواصلة ماهيش أحكام راهي هذايا فقط فتح بحث تحقيقي.
التهم زادة اللي توجهت لهم مخالفة القرارات الصادرة ممن له نظر وخرق إجراءات البروتوكول الصحي بجميع أنواعه. الأحداث الأخرين الموقوفين اللي كانوا موجودين في الحفل، التهم اللي تم توجيهها لهم هي المسك بنية الاستهلاك لمادة مخدرة مدرجة بالجدول ب، من بين الأحداث الموقوفين ابن صاحب الفضاء باش يتم ولا تم إحالة جميع الموقوفين على أنظار قاضي التحقيق اللي أصدر في شأنهم إنابة عدلية لفرقة مقاومة المخدرات بالجرجاني، وتم الإذن بالاحتفاظ بهم جميعا. يقول سي هيثم أنه 4 أيام على أقصى تقدير نهار السبت يكون موعد الجلسة القادمة للبت في القضية هذية اللي خذت برشا صدى واللي الناس تفاعلت معها برشا. أنا باش نجاوب فقط بعض الناس اللي قاعدين يعلقوا على صفحة رسمية وإلى الناس اللي قاعدين يتفعلوا في الموضوع هذا. راهو الموضوع معناتها فيه مصادر رسمية هي اللي قاعدة تعطي في المعلومات. البارح شريط الشروق تورد وفق مصادر خاصة لها تقول أنه القضية هذه الفرقة اللي قامت بالقضية تبع فيها من شهر مارس تقريبا، وهذا نسبة لجريدة الشروق، باقي نقولها مش هذا المصدر متاع جريدة الشروق. دونك ما نعرفش معناتها، احنا الأبحاث ما زالت متواصلة، ما نجموش ندخلوا في البوليميك متاع شكون المتهم وشكون البريء. المتهم بريء إلى حين أن تثبت الإدانة متاعه، والموضوع هذا حسب رأيي يتجاوز، أنا رأيي الشخصي هذا نتحمل مسؤوليته ويتجاوز فقط الناس الموقوفين على خاطر فيه برشا تشعبات أخرى لايامات الجاية ربما يتم الكشف على الموضوع هذا، على خاطر مش فقط استهلاك مخدرات نعرفوا احنا والناس الكل تعرف، وظهر لي حد لا ينجم ينكر نعرفوا المخدرات وين موجوده، حتى المسؤولين بيدهم يعرفوا في موجوده والوحدات الامنيه يعرفوا قاعدين يقوموا بالتقاصي. دونك ماهوش غريب انك تلقى مخدرات في مثل هالمحلات هذيا، ولكن الغريب انه يصير تداعيات للموضوع هذيا بالشكل هذا. ما نعرفش شنو رايكم نتوما، تنجموا تخليوا لي كومونتير نتاعكم تحت الصفحه الرسميه. نعاود نذكر بربي العباد اللي قاعدين يتفاعلوا ويقولوا لي وانتوما قاعدين تنزلوا على العباد وكل. دونك راهو هذا مصدر رسمي، انا نطق رسمي باسم المحكمه الابتدائيه سوسه 2. والموضوع الثاني وقت قلت انه الوحدات الامنيه قاعده تتابع في الموضوع من مارس، راهو هذا نقلا على جريده الشروق اللي حكيت في الموضوع هذايا واعطات التفاصيل الكل موجودين على صفحه نتاعها، واحنا زاد كيف موجود كل شيء على صفحه رسميه لنجمة اف ام. حقيقه طورت مسؤولين جهويين ومحليين هذايا اللي قالوا سي هيثم، يقول انه تم ذكر المعطى هذايا في مساله الترخيص من عدم ومنح الترخيص من عدم، وقاضي التحقيق اصدر انابه عدليه في الموضوع. دونك تفاصيل الكل نقعدوا ان شاء الله في المتابعه باش نعرفوا فين وصلت. فما برشا ناس تتحدث على انه فما كما خدينا سي مهدي بوقرة عن نقابة الحرس، يقول انا نوجه نحمل المسؤوليه ديريكتومون للمعتمد الاول معتمد القلعه الكبرى وبليه سوسه. هذا تصريحه كان معنا في زوم 73 ولت البارح. دونك فما باش ناس تفاعلت، هذا تصريحه يلزمه هو. فما ناس تقول علاش اليوم نقابه الحرس تتكلم، على خاطر فما برشا حديث على انه وحدات الحرس الوطني هوني في القلعه الكبرى كان عندها نوع ما بين قوسين وبكل تحفظ. هذا نذكر نقلا على شهادات العيان عندها نوع من التواطؤ، على اعتبار انه فما برشا ناس مدي كانوا موجودين قالوا رانا لقينا وحدات من الحرس الوطني موجوده في الباب، هذاك علاش كان فما تدخل من عند نقابه الحرس الوطني بتونس مهدي بوغر. مازلنا في متابعه للموضوع هذايا. كان عندكم جديد، عندكم بعض التفاعلات 73 278 600، مرحبا بالجميع.